كابتن تامر النحاس بقى وكيل اللاعب، نعرف منه الموضوع بالتفصيل. مساء الخير يا كابتن تامر. مساء النور يا سيف، الله يكرمك. اخبارك ايه؟ وحشني، عامل ايه؟ الله يكرمك وانت كمان والله يا حبيبي. كله تمام؟ طمنا بقى على الشناوي، خلاص فعلا خلصت معاه؟ لا هو يعني ما خلصناش، لكن احنا الحمد لله هو راح هناك بصراحه ادى اداء جيد جدا. الاستقبال كان فوق الرائع، حتى وبعد اخر تمرينه كان في يعني قبول شديد جدا. كانت القصه كلها يعني ان احنا فهمناهم ان وضع الشناوي في مصر ان هو من افضل الاجوان اللي في مصر، ومش هيبقى الامور سهله في الناحيه الماليه، محتاجه تفاوض بشكل او باخر مع النادي المصري. فهم يعني قالوا كان عندهم ماتش برشلونه امبارح تقريبا، اتعادلوا 2-2، فقالوا عندهم اجتماع يوم الاثنين او الثلاث عشان يحددوا هم هيقدروا ياخدوه على سبيل الاعاره ولا هياخدوه بيع وشراء، والارقام هتبقى ازاي، وده اللي احنا مستنيينه منهم يعني. لكن هو بصراحه لما راح هناك احمد كان عنده يعني قبول رائع، والناس كانت متابعاه جدا. يعني كان الموضوع بالنسبه لهم هم مش جايبينه عشان يبقى جون ثاني او ثالث، فكانت الفكره كلها انه كان عايزين يطمنوا ان هو يصلح ان يكون الحارس الاول، وده هم اللي اتاكدوا منه بصراحه. كان هو احمد كان رائع بصراحه في تامر. سمعنا في الموضوع ده كلام كتير، يعني سمعنا المدير الفني صرح وقال ان هو يعني ما شافش الشناوي غير ربع ساعه في التمرين وده ما يقدرش يحكم عليه. سمعنا ارقام كتيره جدا في الصفقه، سمعنا 4 مليون يورو، سمعنا 1,700,000 يورو للاعاره. يا ترى الارقام دي مظبوطه؟ كلام المدير الفني ده مظبوط؟ لا هو تحديدا احمد لما راح كان هم عندهم مباراه وديه، فما كانش ينفع يلعب فيها، واحنا كنا متفقين ان في الاخر هو تمرين فقط، ما فيش ماتشات يعني، لان هم متابعينه كويس. وبالفعل كان اول يوم ما كانش فيه تمرين الا مباراه وديه، فلعب مع الفريق الرديف اللي هو يعتبر بيه يعني تمرينه خفيفه بتذاع لقطاتها دي على النت وكده. تاني يوم اتمرن مع الفريق، دي التمرين الاساسيه اللي كان عشان ماتش برشلونه، اتمرن مع الفريق تمرينه كامله، ومرنه المدرب بتاع الحراس بتاع الفريق الكبير، وده مدرب كبير يعني، هناك كان في السبعينات والثمانينات كان الحارس بتاع اسبانيا، والناس قابلت اعجابها. وهو طلب ان هو يمرن تمرين لوحده، اللي اتمرناها يوم الجمعه، اتمرن معاه تمرين لوحده خالص لمده ساعتين، وكانت يعني الحمد لله كان احمد موفق فيها جدا. طب وتامر، في حاله البيع النهائي كان في تصريح امبارح للاستاذ كامل ابو علي وقال ان هو في حاله البيع النهائي هيطلب اكتر من 4 مليون يورو، هل فعلا احمد شناوي ممكن يدافع فيه الرقم ده؟ يعني انا يعني خلينا نتفق ان معظم لاعبي المنتخب الاولمبي المميز فيهم او متوسط التميز يعني، هم كلهم لعيبه كويسه، الارقام اللوجيك الطبيعيه هي من 1 مليون ل 2 مليون، يعني ما حد يعني صعب جدا ان حاليا الارقام الخمسه والاربعه والحاجات دي بيدفعها الانديه الكبيره في لعيبه يعني قعدت في اوروبا سنتين وثلاثه واربعه وخدت خبرات وتاقلمت ونجحت. لكن صعب ان احنا نتكلم، بس من حق اي حد طبعا ان هو يطلب اللي هو عايزه. يعني احنا بنتكلم النادي المصري من حقه يقول، انا بكلمك كراي فني، ان والدليل على كده حجازي اتباع ب1.5 مليون يورو، محمد صلاح اتباع ب1.5 مليون. بس معنى كلامك ده ان العرض اللي هيجي من ريال بيتيس ده يعني بمليون يورو او 2 مليون يورو، فاصبحت الصفقه برضه مش هتتم لان المسافه بعيد. يعني ما هو انت ساعة خلي بالك، ساعة ما انا هو بيقول عايز يشتري ممكن يقول عايز اشتري ب500,000، وانت لما بتيجي تبيع بتقول انا عايز ابيع ب4، لكن لما بتقعد على الترابيزة وتتفاوض بيبقى الكلام مختلف شوية، لأن احنا برضو يعني ايه البدايل؟ يعني انت النهاردة بتتكلم الأرقام لازم يكون لها كرايتيريا، يعني مواصفات خاصة انك تقول انا عايز الرقم ده ليه؟ او الثاني هيجي يشتري بسعر صغير هيشتري ليه؟ يعني القصه مش بتخلص لمجرد ان واحد بيقول حلم في رقم او الثاني بيقول حلم اقل في رقم اقل عشان يخلص الموضوع. القصه في الاخر مرتبطه بالواقع اللي احنا فيه، ثانيا بالظروف اللي احنا فيها، بس في الاخر هو احمد الشناوي وانا مش هيمشي من النادي المصري الا اذا كان النادي المصري راضي تماما عن الصفقه. فاذا لم تنجح في البيع والشراء بالارقام المناسبه للطرفين، هيبقى في حلول ثانيه ان احنا نتكلم في الاعاره. الاعاره السنه اللي النادي المصري متوقف فيها عن اللعب، على الاساس ان يبقى عنده خبرات احمد بقى في اوروبا، وفي الاخر يطلب النادي المصري اللي هو عايزه في المستقبل. انا شايف كده كلامك تامر بمنتهى الصراحه، يعني من غير مجامله، عندك دايما اتهامات في نادي الزمالك، ويقولوا ان انت بتعطل الصفقات، واي صفقه راح نادي الزمالك بتطلعها اوروبا، وحاسس من كلامك برضو ان حتى لو في اعاره هتبقى في اوروبا، يعني نادي الزمالك ده اصبح مش اختيار. والله انا قعدت مع الكابتن اسماعيل يوسف واتكلمت معاه في القصه ديت بناء على كلام مع مستر كامل، ووصلنا لاتفاق ان احمد فعلا مش انا ملوش علاقه تامر، اصل انت النهارده لما تتكلم على لاعب جاي له اهلي وزمالك ممكن تامر يبقى له دور، او لاعب جاي له ناديين في مصر، لكن انت بتتكلم على لاعب طموحه من سنتين ثلاثه ان بيجي له حاجه بره، وكان تاخيره في تجديد عقده مع النادي المصري انه كان مصر على وضع شرط او وعد من مستر كامل ابو علي ان الراجل لو جات له حاجه بره يمشي. فاذا المقارنه ظالمه شويه عشان يتم اتهامي فيها، يعني انا هبقى اقول ان اي حد هيبقى ساذج جدا لو قال ان تامر النحاس بيحاول ما يوديش الشناوي اعاره للزمالك عشان نفسه يسفره بره، فبيحاول يجيب له حاجه بره، كلام يبقى ساذج جدا، لان انت بتتكلم على طموح لواحد هيسافر بره، لو جاله الزمالك والاهلي، لو جاله مهما جاله.
مش بنتكلم على حد. فانت بتتكلم لو ما جاتلوش حاجه بره طبيعي انه يفكر في حاجه جوه، لكن بره ده هو الهدف. فانا مش بسعى للشناوي بقالي اسبوع من ساعه ما الزمالك قال انه عايزه، انا بسعى للشناوي بقالي سنه في انه تجيله حاجه بره، حاجه مناسبه. فطبعا اتهام يعني ممكن يبقى مقبول مع اني لا ارضاه يعني في الصفقات الداخليه، لكن كمان في صفقه بين نادي بره ونادي جوه واتهم بكده. لكن لو الموضوع ماليا ما تمش وما جاتلوش عروض مناسبه ليه وللنادي المصري، طبيعي انك هتفكر في حاجه داخليه، والنادي الزمالك اقرب واحد لانه هو اللي طلبه. والكلام ده احنا قلناه، واحنا والواحد الحمد لله صادق، يعني الواحد ما بيقولش كلام ويلف بيه في الكلام خالص، والواحد صادق وواضح. لكن اي حد يتهمني ان انا عايز اجيب له، اتهمني انا موافق على هذا الاتهام، لان انا فعلا بحاول اجيب له حاجه بره بقالي سنه. لو لم ننجح اكيد هنفكر في نادي الزمالك. طيب عايز اسالك في معلومه كده، يعني هي تعتبر اشاعه بس كانت اشاعه غريبه. اتصالات امبارح بتحصل مع بعض رجال الاعمال المصريين على تخليص صفقه الشناوي، حصل اتصال مع الاستاذ كامل ابو علي، اتصال مع كابتن حسن حمدي ان هم يتولوا الصفقه ويدفعوا الفلوس والشناوي يروح الاهلي. الكلام ده ممكن يكون مظبوط؟ يعني انا طبعا ما اقدرش اعلق على حاجه زي كده، بس ما هو من الواضح ان 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 فكره ان النادي الاهلي عامه يعني، ودي وجهه نظر برضه انا ما اعرفش صحتها ايه، بس من الواقع اللي احنا عايشينه من رؤيه، لو افترضت ان انا يعني امتلك من الخبره اللي خليني اقول اللي انا هقوله ده، فانا هقوله هو ان النادي الاهلي معهوش اصلا فلوس عشان يدفع فلوس في حد، مش الشناوي او غير الشناوي. لا انت بس ما ركزتش في سؤال يا تامر. انا سؤالي بيقول ان مجموعه من رجال الاعمال هيتحملوا الصفقه في مقابل الشناوي يروح الاهلي، وهم معتقدين ان بكده يبقى يعني انتهى جزء كبير من المشكله اللي ما بين النادي المصري والنادي الاهلي. يعني انا متخيل ان لو تم انتقال الشناوي للنادي الاهلي بصوره طبيعيه وجيده للاطراف كلها، ممكن دي تبقى حاجه تهدئ نيران الفتنه. ولكن الكلام ده كلام خيالي برضه، كلام ناس بتحلمه، ورجال الاعمال اللي هيعملوا كده طب ما كانوا عملوا كده في صفقات ثانيه للاهلي. يعني انا شايف ان الكلام ده هو اثاره. النادي الاهلي لم يتقدم بطلب للشناوي ان هو ياخده، وانا انت الناس كلها عارفه ان انا قريب جدا، لو هم كانوا عايزينه كانوا قالوا لي. النادي الوحيد اللي تقدم للشناوي هو النادي الزمالك، فبالتالي ما فيش كلام جديد لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي. لكن اذا يعني انت بتتكلم بس مش على الشناوي، اي لاعب ينتقل من المصري للاهلي، هل الامور سهله في الاحداث اللي احنا فيها دي؟ والله تامر، والله تامر نتمنى ان تكون سهله ان شاء الله، نتمنى ان يحصل انتقالات تخلي الامور تهدى والامور طبعًا. تبقى طبيعيه، واللي خد عقوبه معينه ياخدها والموضوع ينتهي، عشان ما يبقالوش ذيول اخرى ولا حاجه ثانيه. لكن انا بقول لك ان ما حدش يقدر يفكر في ده. انا سمعت تصريح لمستر كامل انه يتمنى ان الاهلي ياخد منه اللعيبه، انا سمعت تصريح من عادل القيعي انه ما عندهمش مشكله مع النادي المصري ولا لعيب النادي المصري. طب اسمع 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 مني انا تصريح بقى، ان في كلام في اوض مغلقه على الشناوي جامد جدا، وفي ناس ممكن تتكلف بالصفقه وتدفع الصفقه من جيبها، وهنسمع اخبار. نفس الرد يا حاج سيف هقول لك عليه. الشناوي اتجاهنا في الشناوي تحديدا الفتره الحاليه هو الانتقال خارجيا، حتى لو جاله يا رب ان شاء الله باذن الله، لان احنا بنتكلم على مصلحه احمد ومصلحه مصر. ثانيا طبعا. لو لم يتم التوافق او التوفيق في هذا الامر، فبالتالي الوجود في مصر، انا شايف ان الصفقه قريبه من النادي الزمالك، وان النادي الاهلي لم يتقدم حتى الان. فده ملخص. نتمنى لك كل التوفيق كابتن تامر، كابتن تامر النحاس مدير اعمال احمد الشناوي، بنتمنى التوفيق برضه لاحمد الشناوي في الاهلي، في الزمالك، في